fabulous Amir Diab with Nur Alayi. العمل ده اتعمل اواخر 96، خدت جايزه في 98. عباله ما تتوصل فابتدوا له اغنيه اسمها حبيبي يا نور العين، بتتسمع بالتركي وعندي باليوناني وعندي بالعبري وعندي بكذا حاجه، فهم بيسالوا بيدوروا. هي ميزه الموضوع ده ان هي بتتحط في بؤره عالميه. كنت في ثالث صف قدامي باك ستريت بويز، مراتي قاعده ورا بس معاهم، ده مصري. ان هناك فضل المنتج بتاعه محسن جابر، وراح متفق مع الاي ام اي فبلغت الاي اف بي اي كل الشركات المنتجة العملاقة بتبلغ هذا الاتحاد، انا بعت كذا، انا عندي فلان باع كذا، اللي من ضمنه كان نور العين تبع الاي ام اي هذه المرة باع كذا فكسب ابننا عمرو دياب. مش كان ممكن قوي استاذ محسن جابر يكتفي بالاربعة مليون نسخة ما يفكرش لابعد من كده؟ World's best selling Middle Eastern recording artist عمرو دياب طبعا.